السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلابي وطالباتي الأعزاء، طلاب الصف الخامس الأساسي من مدارس قرطاج الدولية، أنا معلمتكم بيان غنيم، معلمة اللغة العربية. سنبدأ اليوم بشرح درس جديد ووحدة جديدة بعنوان فلسطين الحبيبة، ولكن قبل أن نبدأ بشرح درسنا وبيان معانيه وأفكاره، نود أن نتساءل أين تقع فلسطين؟ وبماذا تمتاز فلسطين؟ وماذا أصاب الشعب الفلسطيني في القرن الماضي؟ بداية سوف نتحدث عن موقع فلسطين، حيث تقع فلسطين في قارة آسيا، وهي إحدى دول الشرق الأوسط، حيث تقع بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. كما تتميز فلسطين بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتاريخها العريق وأهميتها الدينية، فقد شرفها الله تعالى بوجود المسجد الأقصى فيها، حيث صلى فيه جميع الأنبياء، فقد أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج منه إلى السماوات العلى. والذي أصاب الشعب الفلسطيني في القرن الماضي هو الاحتلال والاستعمار، فقد عانت فلسطين من الاحتلال كثيرا، وجرى على أرضها الكثير من المعارك التي كانت تهدف إلى التخلص من الاحتلال والاستعمار، كما أن نضال أبنائها كان يزيدها قوة وجبروتا. الآن سوف نبدأ بالحديث عن درسنا، وهو بعنوان فلسطين، حيث أنه حوار جرى بين الجدة وحفيدتها علياء التي كانت تحدثها عن قريتها التي تقع في فلسطين وعن أملها في العودة إلى هذه القرية. الرجاء من طلابي فتح الكتاب صفحة 50 والتتبع معي، حيث سوف أقوم بقراءة الدرس مع مراعاة أسلوب الحوار. فلسطين. جلست الجدة تحدث حفيدتها علياء عن قريتها الصغيرة التي عاشت فيها مع والديها وإخوتها، وكانت تمسك بيدها مفتاحا قديما تنظر إليه. اغرورقت عيناها بالعبرات، وبصوت حزين قالت لحفيدتها: لن أنسى فلسطين ما حييت، ولن أنسى قريتي التي تقع على سهل أخضر تكثر فيه أشجار التين والزيتون وكروم العنب، وغير بعيد عنها بيارات البرتقال، والجبال تكسوها أشجار السرو. كنا في المساء نجلس تحت شجرة جوز قديمة في ضوء القمر، نستمع إلى بطولات يحكيها لنا جدي عن صلاح الدين الأيوبي، وعن تاريخ وطننا العريق، وعن تاريخ القدس والمعارك العظيمة التي جرت على أرضها، وخاضها الجيش العربي الأردني على ثراها. كنت في الأعياد أذهب مع والدي لأصلي صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، وكم كان يعجبني بناء قبة الصخرة من الداخل والخارج. ثم نزور المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. كنا ننعم في قريتنا بحياة هادئة رغيدة سعيدة. ثم نظرت الجدة نظرة فيها حنين وقالت: كنا نعيش في أمن وسلام، آمل أن يبزغ فجر جديد على أمتنا لنعود إليك يا فلسطين. قالت علياء: وأنا آمل يا جدتي أن أرى فلسطين محررة من الاحتلال الصهيوني. سوف نبدأ الآن بالقراءة التحليلية التفسيرية من خلال تقسيم الدرس إلى فقرات. نبدأ بالفقرة الأولى لنبين معاني مفرداتها والفكرة الرئيسية الواردة فيها واستخراج بعض القواعد النحوية الواردة فيها. نبدأ بالفقرة الأولى بقولها: جلست الجدة تحدث حفيدتها علياء عن قريتها الصغيرة التي عاشت فيها مع والديها وإخوتها، وكانت تمسك بيدها مفتاحا قديما تنظر إليه. اغرورقت عيناها بالعبرات، وبصوت حزين قالت لحفيدتها: لن أنسى فلسطين ما حييت، ولن أنسى قريتي التي تقع على سهل أخضر تكثر فيه أشجار التين والزيتون وكروم العنب، وغير بعيد عنها بيارات البرتقال، والجبال تكسوها أشجار السرو. نقول معنى كلمة العبرات الدموع: اغرورقت، امتلأت،
ما حييت طيلة حياتي، تكسوها تغطيها البيارات، هي مزارع الحمضيات. الآن نتساءل، عما تحدثت الجدة إلى حفيدتها يا طلاب الأعزاء؟ نعم، تحدثت عن قريتها الصغيرة التي عاشت فيها مع والديها وإخوتها. وما المفتاح الذي كانت تمسكه الجدة بيدها؟ أحسنتم، مفتاح بيتها القديم الذي كان في فلسطين. وأين تقع قرية الجدة؟ تقع على سهل أخضر تكثر فيه الأشجار. وما هي الأشجار التي تكثر زراعتها في قرية الجدة؟ أحسنتم، تكثر فيه أشجار التين والزيتون وكروم العنب، وغير بعيد عنها بيارات البرتقال، والجبال تكسوها أشجار السرو. وقد قلنا بأن البيارات هي مزارع خاصة بالحمضيات، وتكسوها أي تغطيها، فهي أرض خصبة جدا مليئة بالأشجار ومليئة بالخضروات وأنواع كثيرة من الأشجار. الآن الفكرة الرئيسية التي وردت في الفقرة، وهي حديث الجدة مع حفيدتها عن قريتها التي عاشت فيها. وبعد ذلك سوف نبدأ باستخراج بعض القواعد النحوية التي سبق وأن درسناها يا طلاب الأعزاء. بداية سوف نستخرج اسما موصولا. وما هي الأسماء الموصولة يا أعزائي؟ الأسماء الموصولة هي التي، الذي، اللتان، اللذان، واللواتي، والذين. وأين الاسم الموصول الورد في الفقرة هنا؟ أحسنتم، التي. حرف نصب، نريد أن نستخرج حرف نصب. وما هي حروف النصب؟ أن، لن، كي، لام. التعليل، ماذا يأتي بعد حروف النصب؟ أحسنتم، فعل مضارع منصوب. أين حرف النصب الذي ورد هنا؟ لن، وقد ورد بعده فعل مضارع منصوب. والآن نريد أن نستخرج جمع تكسير، والجمع هو ما يدل على ثلاثة فأكثر، وبما أنه تكسير إذن لا ينتهي بواو ونون أو ياء ونون أو ألف وتاء. ورد كثير من جموع التكسير في الفقرة، نود جمعا واحدا ونقول مثلا الجبال. أحسنتم، فعلا ماضيا، نود أن نستخرج فعلا ماضيا، والفعل هو حدث أو عمل مقترن بزمن له بداية وله نهاية، وبما أنه ماضيا إذن حدث في الفعل في الزمن الماضي وانتهى. من يستخرج لي فعلا ماضيا؟ أحسنتم، جلست. نود أن نستخرج صفة. الصفات هي أسماء تتبع ما قبلها في التذكير والتأنيث من حيث العدد، علامات الإعراب، التعريف والتنكير. من يستخرج لي صفة هنا؟ أحسنتم، قديما. اسما منونا بتنوين نصب، سبق وأن تحدثنا عن تنوين النصب، وقلنا أن تنوين النصب هو بذاته تنوين الفتح، والتنوين لا يلحق إلا الأسماء، ونريد هنا تنوين نصب فنقول مفتاحا، والتنوين يأتي في آخر الأسماء. اسما مجرورا، وما هو الاسم المجرور؟ الاسم المجرور هو الذي يأتي بعد حرف الجر، وحروف الجر هي من، إلى، عن، على، في، الباء، الكاف، واللام. الحرف الذي، عفوا، الاسم الذي يأتي بعدها هو اسم مجرور، فنقول قريتها. أحسنتم، بينما اسم المعرفة هو ما يدل على شيء محدد، قد يكون اسم شخص أو اسم مدينة أو الأسماء التي تبدأ بال التعريف مثل العنب. أحسنتم يا طلابي الأعزاء، والآن سوف ننتقل إلى الفقرة التالية. استمعوا لي جيدا. كنا في المساء نجلس تحت شجرة جوز قديمة،
في ضوء القمر نستمع إلى بطولات يحكيها لنا جدي عن صلاح الدين الأيوبي، وعن تاريخ وطننا العريق، وعن تاريخ القدس والمعارك العظيمة التي جرت على أرضها وخاضها الجيش العربي على ثراها. معاني المفردات الجديدة: العريق المشرف، ثراها ترابها، ما ضد كلمة قديمة، وقلنا ضد يعني عكس، فعكس قديمة جديدة. ما الأحاديث التي كانت تسمعها جدة علياء من جدها؟ أي عن ماذا كان يحدثهم حينما كان يجلسون تحت شجرة جوز الجوز القديمة؟ كان يحدثهم عن بطولات صلاح الدين الأيوبي، وعن تاريخ وطننا العريق، وعن تاريخ القدس، وعن المعارك التي جرت على أرضها وخاضها الجيش العربي على ثراها. الفكرة الواردة في النص هي تذكر الجدة لحكايات جدها عن صلاح الدين الأيوبي وعن تاريخ القدس والمعارك التي جرت على أرضها. سوف نستخرج الآن بعض القواعد النحوية. نقول ظرف مكان، وظرف المكان هو الذي وقع فيه الفعل، المكان الذي وقع فيه الفعل. نقول ظرف المكان الوارد فيه النص هي كلمة تحت. حيث أين كانوا يجلسون؟ كانوا يجلسون تحت. استخرج جمع مؤنث سالم. الجمع قلنا هو ما يدل على ثلاثة فأكثر، وبما أنه مؤنث سالم إذن ينتهي بألف وتاء، وسالم أي سلم من التغيير والتبديل، حينما نحذف الألف والتاء يعود إلى المفرد. من يستخرج لي جمع مؤنث سالم؟ بطولات، أحسنتم. نقول من يستخرج فعلا مضارعا؟ الفعل قلنا هو ما هو عمل أو حدث مرتبط بزمن له بداية وله نهاية، ومضارعا هو ما يحدث الآن. فعلا مضارعا، نود أن نستخرج فعلا مضارعا. مثلا نقول نستمع. أحسنتم. من يعرب الكلمات المخطوط تحتها؟ عن صلاحي. عن هو حرف وهو من حروف الجر، إذا نقول هو حرف جر، يأتي بعد حرف الجر اسم مجرور، فنقول صلاحي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أحسنتم يا طلابي. الآن سوف ننتقل إلى الفقرة التالية. استمعوا جيدا. كنت في الأعياد أذهب مع والدي لأصلي صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، وكم كان يعجبني بناء قبة الصخرة من الداخل والخارج. ثم نزور المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. كنا ننعم في قريتنا بحياة هادئة رغيدة سعيدة. معاني المفردات الجديدة: ننعم أي نسعد، حياة رغيدة هي الحياة السعيدة. ما ضد كلمة سعيدة؟ حزينة. وهناك كلمتان متضادتان موجودتان في الفقرة وهما الداخل والخارج. في أي مدينة فلسطينية يوجد المسجد الإبراهيمي الشريف؟ يوجد في مدينة الخليل. ولماذا سمي المسجد الإبراهيمي بهذا الاسم؟ سمي المسجد الإبراهيمي بهذا الاسم نسبة إلى إبراهيم عليه السلام الذي دفن فيه قبل 4000 سنة. إلى أين كانت تذهب الجدة في الأعياد؟ كانت تذهب مع والديها إلى المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس لتؤدي صلاة العيد. صف، كيف كانت تعيش الجدة في قريتها؟ كانت تعيش بحياة هادئة رغيدة سعيدة. الفكرة الرئيسية الواردة في النص وصف لحياة الجدة في قريتها في فلسطين. والآن سوف نستخرج بعض القضايا النحوية كحروف العطف. الحرف هو الذي يعمل على ربط الأسماء والأفعال مع بعضها البعض، وبما أنها حروف وما أن سوف نتحدث عن حروف العطف وهي الواو أو ثم الفاء. من يستخرج حرف عطف من النص؟ أحسنتم. ثم
حرف نصب وفعل مضارع منصوب. قلنا حروف النصب هي أن، لن، كي، ولام التعليل. ورد معنا هنا حرف اللام وهو لام التعليل. وفعل مضارع منصوب بما أنه حرف نصب يأتي بعده دائما فعل مضارع منصوب، فأصلي هي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنتم. والآن سوف نبدأ بشرح الفقرة الأخيرة، استمعوا جيدا. ثم نظرت الجدة نظرة فيها حنين وقالت: كنا نعيش في أمن وسلام، آمل أن يبزغ فجر جديد على أمتنا لنعود إليك يا فلسطين. قالت علياء: وأنا آمل يا جدتي أن أرى فلسطين محررة من الاحتلال الصهيوني. معاني المفردات الجديدة: يبزغ أي يشرق، آمل أي أتمنى، ضد كلمة محررة هي محتلة. وماذا أملت الجدة؟ كانت تأمل أن يبزغ فجر جديد على أمتنا، وقصدت بها أن يسترد الشعب الفلسطيني أرضه وتنهض الأمة من جديد قوية أبية يخشاها الأعداء لكي نستطيع أن نعود إلى فلسطين. وماذا أملت علياء بعد سماع حديث جدتها؟ كانت تأمل أن ترى فلسطين محررة من الاحتلال الصهيوني. فالفكرة الرئيسية الواردة في الفقرة هي حنين الجدة إلى قريتها وأملها بالعودة إلى بلدها فلسطين. سوف نستخرج بعض القواعد النحوية. نقول أداة نداء، وردت أداة نداء هنا وهي يا. أحسنتم. وضمير رفع منفصل للمتكلم، وسبق وأن تحدثنا عن ضمائر الرفع المنفصلة للمتكلم وهما اثنان: أنا ونحن، والذي ورد هنا هو الضمير أنا. كلمة تبدأ بهمزة مد، سبق وأن تحدثنا عن همزة المد وقلنا أنها عبارة عن حرفين وهما همزة يليها ألف أدغمتا معا وكتبتا على هذه الصورة، وورد هنا كلمات آمل. أحسنتم. من يعرب جملة أن يبزغ فجر جديد على أمتنا؟ سوف أساعدكم في إعرابها. أن هو حرف نصب، يبزغ فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة، فجر فاعل مرفوع علامة رفعه تنوين الضم، جديد صفة مرفوعة وعلامة رفعها تنوين الضم، على حرف جر، أمتنا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أتمنى أن أكون قد أوفيت لكم جميع الشرح. أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم علي جميع الأفكار والمعاني والأسئلة. الآن سوف ننتقل إلى الواجب الموكل إليكم، وهو الإجابة على أسئلة المعجم والدلالة وأسئلة الفهم والاستيعاب في الكتاب صفحة 52 ونقلها على الدفاتر. دمتم بخير يا طلابي الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.